بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعاليه مؤخرا. وعرب سمو ولي العهد في برقيته عن بالغ وحر تهانيه القلبية لمعاليه داعين المولى عز وجل أن يمن على معاليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسعادة والعافية، ولدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه.